الممتاز كمرة وحيدة. حارس المرمى محمد جمال يلعب الكرة الأمام، محاولة في أسئلة حطوط خطيرة، الله يحلمون بالوصول إلى أحلامهم وأمنياتهم وطموحاتهم، لكنهم الآن يحلقون في سماء استاد الإسماعيلية وبقيادة هذا المدرب وبلمسات محمد همام. الله يا سيستم، وصل إلى الكابيتانو، وصل من الحارس محمد جمال مباشرة إلى اللاعب محمد همام. ويا سلام يا سلام يا سلام، أبناء الكابتن أحمد عيد عبد الملك يحلقون عاليا في سماء الإسماعيلية وبهدف أول بطريقة ولا أروع. يا سلام على كرة وعلى استلام وعلى شباك تدون فيها هدف أول ويدون فيها. ينتظر ويتابع أحداث هذه المواجهة. يا وانور لمسة على اليمين، انطلاقة لمصلحة اللاعب محمد همام، لكن أقرب لهمام. همام مهاري، همام إمكانيات عالية، واحد من نجوم هذه المواجهة. اللمسة في وسط الميدان، عمر الساعي، عمر لمروان، مروان يتقدم، يا سلام على كرة خطيرة، لكن الدفاع موجودة ثم التغطية الدفاعية. يا لها من دقائق، يا لها من لحظات تحبس الأنفاس. النجوم يتقدم في كرة في منطقة الجزاء، خطيرة عرضية خطيرة، الله طير طير يا حبيبي طير، هدف ثاني وبأقدام نور علاء. الله على عرضية، والله على لمسة سحرية، وهدف في شباك الدراويش بأقدام اللاعب البديل نور علاء يسجل هدف ثاني. قد يكون هدف حاسم، قد يكون هدف مفصلي، خاصة ونحن نتحدث عن الدقيقة 82. النجوم كانوا نجوما في أرض الميدان، النجوم عرفوا كيف تستغل الأخطاء ومن أين تؤكل الكتف. الله 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 على بداية من همام، وصلت بكرة إلى الأمام بعرضية لحازم تمساح في منطقة الجزاء لنور علاء ليضحى في الشباك ويسجل هدف ثاني. برافو أبناء الكابتن أحمد عيد عبد الملك، قدموا أداء كبيرا.